الإمام الشعبي هو قاضي يعني الإمام الشعبي ند القضاء القضاء محنة وبلية ذي المحنة وبلية من دخل فيه عرض نفسه للهلاك إنك من رأي قبل الذي يغال جوج الذي يغال جوج أما كن يذكر ما نسر ثواغيث إزمر أصدقوث خسارة أصدقوث إندامة لذلك نجد في التاريخ الإسلامي كثير من العلماء يفرون من القضاء يعني أدياس الحاكم أكيني أتسغرد القاضي أصين خاطيني 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 خاطر الزل شوي سولا جستيس لأنه يطور تزن الغرس أكيني كيف غض القاضي هذا حكمة يسعى 20 يوم ديكسبيريونس يضرب لي زافيرين شلاج ذي البينال أكيني أوكي زمرة البينال سيفيل كوميرس نورمال يا ولدي ذي القضاء ذيني وعرا نورمال كل شيء نورمال اسمي يغال كل شيء نورمال اذا قلا ذي النورمال يونم سفيان الثوري يرفض القضاء سفيان الثوري سيدنا بولا جماعة الخير عالم فقيه يرفض القضاء سيقر تسوغ الغرى الجوج ابو حنيفة أبو حنيفة كان يفر من القضاء فراره من الأسد مثل الناس وقت جوجة سيديزم يهرب يهرب تغيب بس يوم الخليفة يوم الحاكم الناس أبو حنيفة أغرض الجوج قاضي أبو حنيفة إناياس ضرشو سينا إناياس لا أصلح للقضاء أصلح غرب الحاكم ني نيرفي يزعف إناس أنت كذاب سيضرب أبو حنيفة يحرش إناس إذا كنت صادقا فلا أصلح وإن كنت صادقا فلا أصلح سليماتيماتيكي في جو إذا كنت صادقا ما تزيد النير النير دو صلح غير صفو صلح غير إما إلا شد قرن تكذاب ماذا تسيد النير صافي سكي الديفا مادام سكي الديفا وصلي حار هذا ولا جوج وعار ابو حنيفه ثم يعرق سواه الحاكم الناس سيك دوسي ثرول خلاص الناس اذا كنت صادقا فلا اصلح للقضاء وان كنت صادقا يعني فيما اتهمتني به فلا أصلح ويعني في كل أحوال النتيجة هي لا أصلح يروي جامي يغال أبو حنيفة القاضي إنك الفقهاء دي غير مفلسين حتى مات المين موث لا يروي